السلام عليكم. في شخصيتين تابعتهم مؤخرا وفعلا بمحاضرات لهم غيروا كتير من أفكاري. راح أشارك معاكم هدول المحاضرتين وهدول الشخصيتين. أنا من أكثر المتابعين ومن عشاق الشيخ حمزة يوسف، وأنا بعتبره من الناس اللي كتير أثرت فيه بطريقتي كيف بتطلع على الأمور اللي إلها دخل في الدين وفي العقيدة. حمزة يوسف بأحد المحاضرات حكى مقولة كانت رائعة جداً ووصفت الواقع اللي إحنا عايشين فيه في الدول العربية والإسلامية تحديداً. حكى بأنه المشكلة اللي بنعاني منها كدول إسلامية بأنه إحنا جداً مرتبطين في الماضي، فأنت دائماً بتشوف العرب، وهذا الحكي فعلاً أنا بلمسه دائماً بالشعوب العربية المسلمة، بتلاقيه دائماً بيتغنى في التاريخ تبع الدولة الإسلامية. وحكى وقتها أنه هذا الأمر جيد، ولكن المشكلة بأنك بتربط حالك في الماضي وبتبدأ بعدين تربط التقدم تبعك كدولة بأيام كانت الدولة الإسلامية دولة عظيمة، وبتصير تقعد تحكي أنه بدنا ناس زي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وبنضلنا مرتبطين في التاريخ الإسلامي تبعنا السابق، لذلك ما بتلاقي فيه تطور ولا تقدم. وعشان هيك بقولك اليوم ما بتلاقي فيه ولا مسلسل عربي طالع من أي دولة عربية أو إسلامية بيحكي على ظاهرة الساينس فيكشن في الخيال العلمي، أو على موضوع الستار وورز أو على صراع النجوم أو أي إشي له دخل بالمستقبل، لأنه إحنا لساتنا مرتبطين في الماضي. وهذا الحكي على فكرة واقع، فأنت اليوم الإنتاج اللي بيضلوا يطلع بالمسلسلات العربية والأفلام العربية دائما مرتبط بالتاريخ وبالغزوات وبالحروب، وبورجي قديش إحنا كنا دولة عظيمة ودولة قوية وتوسعنا وانتشرنا، ولكن مش قادرين ننتشر في المستقبل ومش قادرين ننافس بالخيال العلمي لأنه أصبح تفكيرنا في الماضي. وهي قد تكون أكبر مشكلة بيعاني منها العالم العربي والإسلامي في هاي الفترة. راح أترككم تتفرجوا على هاي المحاضرة. The first thing we have to do is stop being nostalgic about the past. One of the interesting things about Muslim societies is there's never been a successful science fiction television program. Star Trek doesn't work in Arabia because Muslims can't imagine the future. They're so nostalgic for the past. And this is one of the tragedies of the modern Muslim community. They're always talking about the past, how great we were. This is what one of the poets he said, "Asbahtu kuntiyan wa asbahtu ajina wa sharru khisal al-mar'i kunti wa ajinu." I've become somebody that said, "I used to and I did in the past," and he said, and that's the worst type of person that talks about the past. Aristotle said that young men talk about the future because they have no past. And he said old men talk about the past because they have no future. And the Muslim civilization is like an old man. But we're not. We're filled with young people that need hope, that need aspirations, that need to actually think that the future can be better. And one of the most extraordinary hadiths in our tradition is the Prophet said, "Ummati ka matar." My ummah is like rain. You don't know if the first of it is the best or the last. So we should always be optimistic and hopeful about the future. We should never despair. لا تيأسوا من روح الله. Don't despair of God's grace. الشيخ حمزة يوسف رائع جدا. الشخصية الثانية هو عبد الفتاح مورول، وهو أحد المحامين والسياسيين من الحزب الإسلامي في تونس، والآن هو مرشح للانتخابات الرئاسية تبع تونس القادمة. حكى مقولة في أحد المحاضرات اللي قدمها، وهي واحدة من المحاضرات اللي أثرت فيه جدا. تحدث على المشكلة اللي إحنا بنعانيها في السياسة وفي الدول العربية تبعتنا في الوقت الحالي، وتحدث إنه إحنا قديش بنضلنا نركز على علوم الطب وإنه إحنا الأطباء والدكاترة ونسينا مدرسة أهم من كل هاي المدارس، هي مدرسة الفكر. ورجى إنه إحنا عنا عجز في إنه فهم علم الاجتماع وعلم الإنسان، لأنه كل هاي العلوم هي الأساس اللي بتخلق الحراك السياسي والاقتصادي وغيره من الحركات اللي بتساعد وبتطور الشعوب. مع إنه هو من التيار الإسلامي في تونس، لأنه انتقد المشايخ اللي بيقول لك يعتنون في نواقض الوضوء وإذا كان الجن ذكر أم أنثى، وختم بالنهاية بأنه التقدم لا يأتي بكثرة الأطباء وإنما يأتي بالتغيير. وحكى أنكم لن تغيرون العالم بكتب فقه، تغيرون العالم بعقول. راح أترككم مع مقتطفات من محاضرة عبد الفتاح مورو. ما تنسوكم تعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الإنستغرام، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. قضية لا تمر إلا بمعرفة الواقع، أدركوا واقعكم. الأمر الثاني
أنت تقرب من وطنك وتقرب من أدوات فهم مواطنيك. علوم اليوم مطروحة في مناهج التربية الحديثة لا يفقه منها الإسلاميون شيئا، لأن عندما أردنا أن ننفتح على العالم الجديد والجامعة قلنا لأبنائنا روحوا تعلموا الطب والهندسة، الهندسة الفلاحية وكيفية نقل الناس بالقطار والطائرة، وخرجنا مجموعة كبيرة من شباب خدمي. هذا الشباب الخدمي لا علاقة له بالفكر أصلا، بينما المدرسة التي من شأنها أن تكون مغيري العالم هي مدرسة الفكر، هي العلوم الإنسانية التي هجرها الإسلاميون كما هجرها الكثير من الناس. ولذلك أصبحنا عاجزين على أن نفهم الحراك الاقتصادي والحراك الاجتماعي، لأننا لم ندرس لا علوم الاجتماع ولا علوم التربية ولا علوم السياسة ولا علوم الاتصال ولا علوم العمران البشري. وأقول إن الذين يتزعمون الآن في الساحة السياسية ومنهم داعش هم أولئك الذين ملوا من قيادات كان من المفروض أن تقود الشعوب نحو الأفضل. مشايخ يعتنون بنواقض الوضوء، وآخرون يجيرون لفائدة حكام ظلمة يطلبون منهم فتاوى فيفتون، والآخرون قابعون على ساحة الحياة يتحدثون عن الجن أنثى هو أو ذكر. من للشعوب إذا كان علماؤها يقبعون في وادي عبقر عند الجن، وإذا كان مثقفوها لا ينظرون إلى الواقع نظر المخالط له، وإنما نظر الذي يرقبه عن بعد حتى لا يطير شرره على لباسه فيحرقه، وإذا كان رجال الأعمال يستثمرون على حساب شعوبهم، من لهذه الشعوب حتى تشعر بأنها شعوب حية؟ ألم نكن نحن وكوريا الجنوبية في مرحلة واحدة في سنة 50؟ ما الذي يجعلهم يصبحون قوة ونحن باق ننظر إليهم؟ بل نقتني منتجاتهم بكل عزة واحترام، وندفع أموالنا وعرق جبيننا ودماءنا إليهم، لأننا لم نجد من يحركنا ولم نجد من يفتح علينا باب فهم الواقع والحياة. أقول لأبنائي من الإسلاميين وأقول لكم أيها المثقفون يا صناع العقول، اصنعوا عقولا في أمة العرب. التقدم لا يأتي بكثرة أطباء وكثرة مهندسين، وإنما يأتي بمن يدرك كيفية التغيير. ونحن تركنا المجال مفتوحا أمام الداعشين. من هم الداعشيون؟ أنا كنت أرافق على الكثيرين منهم، كانوا يبيعون الخمر ويبيعون المخدرات. لن تغير العالم بكتب فقه، تغيرون العالم بعقول واعية مدركة تتبنى القيم وتدرك أن القيم هي كرامة الإنسان.